المستضيف مولودية سعيدة دخل اللقاء بنية إحداث الفارق أمام نظيره شباب عين فكرون، والذي تميز لاعبه بالحذر أمام التشكيلة السعيدية التي قامت بهجمات عن طريق مطراني وعلي حاجي وسوار، الذي نفذ مخالفة في الدقيقة الرابعة من اللقاء تصدى لها بصعوبة حارس الشباب. مهاجم المولودية كانت لهم فرصة سانحة للتهديف، لكن افتتاح باب التسجيل بقي مؤجلا وانتهاء الشوط الأول بدون أهداف. في الشوط الثاني لم يتمكن كلا الطرفين من هز الشباك وبقيت نتيجة المقابلة بيضاء. وفي الدقيقة 90 السيد الحكم ميال يطرد منصور لاعب شباب عين فكرون، ولجوء الفريقين إلى الوقت الإضافي الذي كادت أن تنطبق عليه صورة ما جرى في 90 دقيقة، وساد الاعتقاد أن المقابلة تسير نحو الانتهاء بالتعادل السلبي، إلا أن اللاعب البديل معنصر حسم النتيجة لصالح شباب عين فكرون بهدف كان كافيا لاقتطاع تأشيرة التأهل.